اليوم افتتحوا على بركة الله المعرض بتاع الصناعة التقليدية في إطار مشروعنا الثقافي نساء بلاد اثنين. عندنا برشا منتوجات إن شاء الله باش يعرضوها الحرفيين والحرفيات الموجودين معنا، كما النسيج، كما صناعة السعف، كما منتوجات النقش على الخشب، وبرشا حاجات أخرين تكتشفوها معنا إن شاء الله في المعرض. أهميتها هي المحافظة على موروثنا التقليدي. حبينا برشا حاجات مثلا نحافظوا عليها، لازمنا نوروها للناس. في نفس الوقت المعرض فيه ورشة حية، هو مثلا خشب النخيل باش يعمل في نفس الوقت مع المعرض، ثم ورشة حية في النقش على الخشب. إن شاء الله الناس تعلم منها ويشوفوا أهميتها وكيفاش تخدم ويحافظوا عليها. وأهم حاجة أن نحب نعرف الجيل الجديد، فئة الشباب، يتعرفوا على موروثهم الثقافي وشوفوا كيفاش يتخدم وعلاش يعملوا دي بروجي في الحاجة ديك. لأن لولا عملنا ورشة حية، هنا في دار الثقافة، وحبينا نخرج لبرا عملنا ورشة حية في الغابة مثلا، ورشة حية في عمادة الشيكمو كيفية صنع الفليج، والورشة الحية الأخرين في الغابة مثلا كيفاش نتعرفوا على السعف اللي نخدموا به الصناعة التقليدية وأصناف التمور. مشينا مع فلاح للغابة وورانا كيفاش معناها تخدموا الحاجات الضمة، وورانا كيفاش نعملوا السماد من فواضل النخيل. ما فريق من الصناعة التقليدية منهم تيب سباط البيوت والسعف، هذا تيب سباط البيوت سعف كل مخصص نحن نتمنوا الحالة. في أكثر من 600 سنة، 1600 حالة نحن السباط البنوت والحسرة والنسيج على البنوت، نسيج على التيب وعلى السمارة وعلى السبع على كل مخصص النخلة نخلمه. هذه محلتي جيدة تعرف بالمنتوج نتاعها، الناس مش تعرف بان الحل هي الصناعه التقليديه في السعف والسمارت. نعرف توز تستر بحاجات اخرى اكثر من الحل، لكن الحل حط على السعف والسمارت يخص نخافه. هذه مثلا حبل هذا باش نركبها كيما نركب شظاء حبل تاع الصاط، هذيك قفه سينز منها فيت، هذا في الصغار تاع عند الصغار نخدموا كل شيء، السجاده المروحه كل شيء نخدموا في حبلنا، كل من نخدة كل حتى رجال تعرف. اما وش هي الدعم مثلا ماش ما عندناش دعم، الناس ضعفاء مثلا السلعه نخدموها مثلا نبيعوها تنتروجي كمعرض نجمع كنت مثلا مش معرفة نخدم لما تجار ينزلوا معنا هنا في الحوالي تاع صوت هذوك نبيعوا لهم في السلع يشوفوا معنا هنا وهم يبيعوا.